كل شخصيه جت اشتغلت في المصريه انا بحبها وبعزها، حتى ان انا ما شفتوش او ما اشتغلتش معاه زي الابلة ولاء زي الابلة موسى. انا اول مره اشوفهم استاذ اول مره استاذ محمد انا بعزهم من غير ما اشوفهم وبحبهم، لان انا حبيت المصريه اثنين بكل حاجه فيها. النهارده احنا بنكرم اثنين من اعز اثنين يعني في قلوبنا كلنا واكبر اثنين معانا. كنا بنعتمد عليهم في شغل كتير قوي في جميع
المجالات اللي احنا كنا بنشتغلها. كان ابلة كوثر الاستاذ ابراهيم، انا قلت الابلة كوثر الاول الاستاذ ابراهيم، طبعا الابلة زوزو ما كانتش بتعاوننا ولا كانت بتعمل اي حاجه، كانت كفايه بس وخلاص، دي اهم حاجه بس كده قرفانا كده احنا حضرنا وخلاص كده كويس يا استاذ عبد المولى. فبيشتغلوا في كل حاجه معانا الحمد لله بفضل الله، ايد واحده وما زلت ايد واحده وهتفضلوا ان شاء الله ايد واحده. بالنسبه للمصريه اثنين ان شاء الله هنفضل ايد واحده. انا عازم عليا ان انا بعدت عنكم حتى نفس الطريقه عند الاستاذ عادل شلبي اللي هو بعد عن المصريه، احنا ما كناش عايزين نبعد عن المصريه نهائي، لكن هي الظروف الله لك يا مصريين. الحمد لله كل سنه طيبين. اتمنى ان يبقى الافضل مجد الله يخليك، فكل سنه وانتم طيبين وحضراتكم طيبين والافضل كوثر كل سنه وهي طيبه، ربنا يديها الصحه والعافيه دايما كده يا رب، ودايما نشوفها دايما على خير كده. برضو هرحب بقى، بس هي مش عملية تركيب، انا هرحب بمين؟ فهم اساسا الاصل بتاعت المدرسة اللي احنا جينا عليهم، الاستاذ محمد سيد احمد والاستاذ مجدي، هم اصل المدرسة احنا جينا عليهم، وكان معانا الاستاذ الفاضل الاستاذ عبد السيد، والناس دي احنا جينا اتعلمنا منهم كل ما هو جميل وكل ما هو خير، وتعلمنا منهم ازاي نتعامل مع زمايلنا وازاي نشتغل ونحب المدرسه. فانا هسيب الكلمه للاستاذ محمد سيد احمد يتكلم شويه. اتفضل. تحياتي لكم جميعا. بهذه المناسبه انا عشتها قبل كده في الخلفاء. طبعا حطيت في نفس الموقف، ما عرفتش اتكلم بصراحه يعني. هي كانت كلمه مختصره موجزه، ما قلتش فيها يمكن يمكن عبارتين. ان انا بتمنى للجميع دوام الصحه والتوفيق، وللاثنين اللي هم هيخرجوا الاستاذ ابراهيم والست كوثر لاكمال المسيره ان شاء الله بتوفيق من ربنا وصحه ويكملوا الرساله على خير ان شاء الله. طبعا مش هحكي لكم بقى انا عشت هنا في المصريه قد ايه، هو كل يمكن جميعكم او كلكم او معظمكم يعرف انا قعدت هنا 26 سنه في المدرسه مدرس وخمسه مدير وكملت في الخلفاء بقى. كانت الفتره اللي عشتها معاكم دي 31 سنه دول من اسعد ايام حياتي، ما تحسبوش من عمري فعلا. ليه؟ كم الحب والعلاقه والموده اللي كانت موجوده بينا وبين بعضنا، الاستاذ مجدي والاستاذ عبد السيد والست كوثر والافضل فاطمه شحاته والافضل امن شعبان والافضل عبد السيد والافضل كريم. كانت فتره من احلى الفترات. طبعا جالنا الاستاذ جمال الجندي وبعدها ملحق وعشنا احلى ايام حياتنا. تمنياتي للجميع بالتوفيق واحلى ايام واحلى سعاده. شكرا. من ضمن طبعا واحده واحده كده كل مره هقول حاجه، الناس الافاضل اللي عمرهم في حياتهم ما غابوا يوم من المدرسه ويجي الصبح الساعه 6 ونص الصبح ويمشي على واحد صباح الخير. يا عمرو ما جاب
40 سنة وشهور وشوية شهور كده يا صلاح في التربية والتعليم، فاحنا طبعا يعني بنتمنى له كل خير وكل سعادة وربنا يوفقه. الأستاذ نور يعني حتى المدرسة وحتى الناس اللي في المدرسة وحتى البلد، هو الأستاذ محمد فرج، ومعذرة الأستاذ محمد فرج عنده ظروف فهو اعتذر عشان ظروفه، وبعد الأستاذ نور يعني في النيابة وهما الاثنين إن شاء الله يعني إحنا بينا الاعتذار عشان عنده ظروف صعبة. الأستاذ محمد فرج ما بينسوش البلد خالص ولا بينسوا المدرسة. والكلمة الآن الأستاذ مجدي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد المصرية اثنين، لو تعرفوا المصرية اثنين ومع زيدنا ومكانتها تشوفنا هتعرفهم احنا ايه بنحبكم كلكم. عملنا معاكم قبل السحب بيقولهم موجودوا علينا، واحنا مش قصد المصرية اثنين ولا حاجة. هذا الرجل لا يمكن مناسبة مذكروش فيه، لأنه كان أب وعلمنا ازاي نشتغل، وعلمنا ازاي نحب المكان اللي احنا فيه، وعلمنا ازاي نحب بعضنا، وعلمنا ازاي نبقى حريصين على مصلحة المدرسة أكثر من إننا نكون حريصين على بيوتنا. رحمة الله عليه هذا الرجل أنا أكيد له التحرير طول حياتي، ومن جعل مني مدرس ناجح مش بالعلم هو ما ادري حاجة، بس كان بيشجعني دايما على طول، حاطط ايده في ظهري وشجعني. طبعا أنتم أخوة أفراد أنتم الرمز، أنتم اللي علمتوا كل حاجة في المدرسة، أنتم الأساس، أنتم اللي عملتوا المادة بتاع المدرسة. ما عملناش حاجة، أنتوا عملتوا مادة المدرسة، والحب والمواد اللي لقيتهم موجودة دلوقتي هي امتداد لأسرة المصرية الدين. امتداد، وهتفضل المصرية الدين على العهد، على هذا العهد إلى أن تنتهي. ويمكن يوم من الأيام تقل المصرية الدين عن المكانة بتاعتها في المجتمع المصري وسهرات الشرق. لو سألتوا أي حد في سهرات أي مدرسة تحب تودي ابنك يقول لك مصرية الدين. ليه؟ والله من بق ابنك الهيئة اللي فيها هيئة محترمة، الناس اللي فيها محترمين، انت اكبر الناس اللي هم يحترموك. والدليل ان احنا دلوقتي بنكرم رمزين من الرموز اللي قالي شخصيا ابراهيم اسماعيل، مش ابراهيم اسماعيل اخ فاضل انا حبيته عن نفسي، اقسم بالله احيانا هو قتل كل ما جيت فيه وقال ذلك. وابراهيم دلوقتي لما قلت انت بتعمل مصر انا مواليد 11 6 حافظ ولا ذات البلاد، ناس ابراهيم 21/6 واحنا بدأنا بقى بدري، لكن الرد اللي قال ابراهيم اسماعيل، لان ابراهيم اسماعيل كان بدأ معايا العمل قبل الامر توصل لفين. بعدين في جوه ده انا بس حددت بس ابراهيم اسماعيل. ابراهيم اسماعيل ده بدايه من المدرسه معايا ابراهيم اسماعيل. والله والله لا اذكر لا اقول لكل المعروف. كل حاجه جميله شفتها معايا. هذا الرجل يستحق هذا التقدير. اما الامر توصل توصل بقى تعرف يعني ايه؟ لما ركبتني حساسيتنا بتحلي انا معيش اخوات بنات. غير ما ليا اخت بنت كان معاها طبعا ست كريم من فتره طويله حسين، وطبعا الاخت زينب كانت كلكم اخوات فاضلات. والله والله ما يتخيل حد يجمع حد بالنسبه لكم. عزيزكم عندنا في الجمله اخوات ليلي ولو بنات ولو مفاتن وكملي. شهور علمت من الأميال الوقت ما شاء الله تفتكر بوقود الأميال دي حنقول في المجتمع. حمد الوقت الحكومة محمد والمهندس أحمد ربنا يبارك لها فيهم يا رب وتفرح بيهم. وطبعا مش جديد على المصرية الثانية وعلى أسرة المصرية الثانية اللي هي تكرس كل أبنائي وتجتهد في تكريمهم. وطبعا مش معد الكلام
فأنا بقول الكلام اللي جوايا من غير ما أقولك قبل كده. أحيانا الصوت بيبقى أحسن من أقوى من الكلام. لو ما قدرتش تعبر عن اللي في قلبك بلسانك اسكت وبص بس هيبان في عينيك والله. هيبان في عينيك محبتك للناس. ويكفي إن إحنا كده هو بنحس بالفخر والاعتزاز لما بيستعملونا بس. يكفي إن الأستاذ أحمد قال إن إحنا جينا عليهم ونقول إن إحنا أصلنا ناس. دي مش بتاعتنا والله. الأساس أنتم. عمر في مدير مدرسة مين مدرسة؟ عمر الأساس الناس عاملين من المدرسة وكل عارف طيبين والناس بتروح حلول رمضان كده إن شاء الله وأنا أخلصه طبيب مناسب وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله أول مرة ذكرت السادة الأفاضل اللي هم طلعوا معاش الأول وبعدين الأستاذ صلاح المرة ده نيجي الأبلة سلوى أولا ثم الأبلة زوجه يعني بالترتيب كده من ضمن الناس ده اللي جايين ضيوف عندنا هنا وهو ما اعتبرش ضيف احنا قلنا الاستاذ عادل والاستاذ اسماعيل ما اعتبرش ضيف لانه كان معانا هنا في قلب المدرسه وبنرحب بيه ونرحب ببقيه الناس اللي موجوده كلها. احمد يوسفي باشمهندس احمد ربنا يبارك فيه ونرحب دايما كده باذن الله. استاذ مايك دي طبعا هو جه بعد ما انا مشيت ربنا يديله صحة الصلاة طبعا من ايام ما كانت الدولة فاتحة ربنا يديله صحة كلهم عايز اني بقى الافضل مجدة معلش بعد اذنك انت سمعتني بالكلام